أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين مستمرة في ريادتها التنموية من أجل حماية حقوق المسنين وصون كرامتهم والعمل بكل حرص على توفير الرعاية الشاملة لهم. جاء ذلك لدى افتتاح سعادته الورشة التدريبية بعنوان تأهيل مؤسسات رعاية كبار السن في مجال إعداد تقارير الاستدامة التي نظمها نادي إبراهيم خليل كانو الاجتماعي للوالدين بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. وتناولت الورشة عددا من المحاور، منها مفهوم التنمية المستدامة وتطورها التاريخي وأهميتها وأنواعها ومنهجيات إعداد تقاريرها والمبادرات العالمية لإعداد هذه التقارير. وأكد سعادته أن مشاركة مؤسسات رعاية كبار السن في الورشة التدريبية يعكس مدى الوعي المجتمعي وحرصها على الارتقاء بالعمل المؤسسي، بما يمكنها من ممارسة دور مكمل ومساند لما تؤديه القطاعات الحكومية والخاصة في توظيف الأهداف التنموية المستدامة، مشيدا بجهود نادي إبراهيم خليل كانو لما يقدمه من خدمات تنموية لكبار المواطنين. اليوم نرى حرص مؤسسات رعاية كبار السن على المشاركة في هذه الورشة التدريبية، واللي تعتبر دلالة واضحة على حرص ومدى الوعي المجتمع لهذه المؤسسات التي هي شريكة في العملية التنموية مع الجهود الوطنية. بالتأكيد نفخر بهذا النهوض الاجتماعي اللي له أثر في الارتقاء والمساهمة بالعمل المؤسسي من خلال ترسيخ مفهوم رعاية كبار السن. إن وزارة التنمية الاجتماعية مستمرة في دعم كافة أوجه الجهود من أجل حماية حقوق المسنين وصون كرامتهم، وتنظيم هذه الورشة أحد أوجه الدعم لتمكين مؤسسات رعاية المسنين من أداء دورها في إطار منهجي ومؤسسي لمواكبة رؤية الوزارة في مجال توفير الخدمات الاجتماعية والتنموية للمسنين.